معانا لاعب صاعد لسه كنا بنتكلم عنه وسمعنا عنه من لاعب كبير هو كابتن بدر رجب، من لعيب كويس جدا. خلينا نشوف مين معانا. الو 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 اللاعب صاعد عادل مجدي كامل. عادل مساء الخير واهلا بيك وسعداء جدا بمشاركتك معانا النهارده. اهلا وسهلا بيك وسعداء بالمشاركه معانا. طب اعلي صوتك يا عادل عشان نسمعك بعد اذنك. يعني عادل احنا سامعين كلام كبير قوي عنك، عن امكانياتك كلاعب كوره مميز، من هنقول الشهاده مجروحه شهاده الوالد الفنان مجدي كامل، لكن في شهاده تانية كمان من راي هنا يعتبر محايد ومن راي له خبرات كبيره كمان في الكوره، كابتن بدر رجب بيقول لو اتفرجتوا على عادل هو لعيب مميز وموهوب وعنده امكانيات عاليه جدا. كابتن ربنا يخليك والله يا استاذ محمد، ده كابتن بدر ده حبيبي كابتني، يعني ليه شرف كبير قوي عليا طبعا، وهو اللي وداني في الاول خالص النادي الاهلي، يعني هو تقريبا بدايه المسيره، فده طبعا ليه فضل عليا كبير جدا، واحب اشكره من خلال برنامج حضرتك واقول له شكرا على كل حاجه وشكرا على ايام زمان الجميله دي. وده كابتن عمرو، احنا بنشوف لك لقطات او اهداف ليك على الشاشه، وقبل الحلقه شفنا على تليفون نجمنا الفنان مجدي كامل هدف من نوعيه الاهداف اللي كان بيحرزها نجمنا الكبير علي ماهر، شفنا كده سبرنت وشوطه كره حلوه قوي بنفس طريقه الاهداف اللي تعودنا عليها من النجم الكبير علي ماهر. والله يعني ده كان ايام الزمالك تقريبا، دي يعني كان تقريبا كنت بلعب في الزمالك. وده اهلاوي كبير، اهلاوي كبير جدا زي الوالد. لا اهلاوي زي الوالد، اهلاوي جدا كمان، اهلاوي قوي. الفتره الجايه ايه طموحاتك، ايه ارتباطاتك؟ احنا عارفين ان مشوارك كان الفتره اللي فاتت مع نادي مصر المقاصه، قول لنا ايه الفرص اللي باصص لها الفتره الجايه، وكان في بطوله كمان بيتكلم عنها الاستاذ مجدي عن مشاركتك في الفتره الجايه في دوره من دورات الكوره. انا دلوقتي الحمد لله في مصر المقاصه، ولسه منضم الحمد لله لمنتخب مصر، منتخب مصر المفروض منتخب مصر سداسي مع كابتن فاروق جعفر وكابتن علاء ميهوب وكابتن ابو جريشه، فان شاء الله تكون يعني خطوه كويسه باذن الله، ونعمل حاجه لمصر يعني حلوه برضه باسم مصر ان شاء الله. يا رب يعني تكون خطوه كويسه جدا، وكمان احنا معانا جهاز يعني على اعلى مستوى، يا رب يعني كده ان شاء الله موفق ان شاء الله. هسأل العربيه يوم 28، فربنا يكرمنا باذن الله يا رب. موفق ان شاء الله مع كل زملائك في المنتخب، وتأدوا بشكل اكثر من رائع، والنتائج تكون بتؤكد وجود مواهب في هذا المنتخب. سؤال اخير، عادل مجدي كامل هل بيبقى ناقد لاعمال والده الفنان مجدي كامل؟ هل ممكن تتحوره على دور من ادواره؟ هل ممكن شخصيه يعجبك اداؤه لها وممكن في وقت تاني تقول له راي سلبي او دور ما عجبكش اداؤه له؟ لا بص يا استاذ محمد، انا بحب التمثيل جدا عامه، يعني بعد الكوره على طول انا بحب التمثيل جدا، فانا كل اي عمل بيعمله دايما بقعد اقول له اذا كان هو مثلا كان نايس ايه، هو ايه المفروض كان يحصل، ده عجبني ده ما عجبنيش، ده انا عايزه يعمله تاني. بس انا الصراحه يعني شهادتي مجروحه بقى في الصعيدي، يعني في الصعيدي انا حاسس ان انا ابويا صعيدي فعلا. والله ده شرف لينا يا عم عادل والله، من اللي انا بشوفه والله اللي انا حاسه فعلا صعيدي، فربنا يكرمه والله، هو تاريخ ما ينفعش ان انا اتكلم عليه، طبعا شهادتي فيه مجروحه يعني، هو حاجه عظيمه والله العظيم. ربنا يخليك يا عم عادل، بشكرك جدا على المشاركه معانا في الحوار. اللاعب عادل مجدي كامل موفق ان شاء الله في تجربتك مع المنتخب في الفتره الجايه ومع البطوله اللي اشرت اليها ومع جهاز فني طبعا في خبرات كبيره زي الاسماء اللي قلتها من شويه، كلها اسماء كبيره واصحاب خبرات كبيره في عالم كره القدم. بشكرك على المشاركه معانا، شكرا جزيلا.